انت خويا كتشوف الحاله، راه دارنا هذه، راه دار الوالدين ديالي هادو، عايشه فيها اختها اختي بوحدها هي اللي عايشه هنايا. راه الحمد لله ملي بقى العمر وخرجت للزنقه على برا، انا دابا راه حاليا مدخله الصحافه هنا، وراه كلشي كتشوف، راه كلشي يقدر يطيح علينا في هذه اللحظه. هاد شويه اللي باقي هنا هانتوما الحوايج ديال الاخت ديالي، ها انت كتشوف اخويا كلشي كتشوف حوايج راه مشاو، كلشي تكرفس، المعان كلشي تهرس، كلشي شوف من الدار كي ولات، من كلشي 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 راه كلشي راه الحمد لله. ملي بقات غير هي عايشه كلشي تعوض، كلشي ان شاء الله غيتعوض. وكنطالبوا من المحسنين ومن الناس ديال السلطات ومن الناس ديال الجماعه ديال ويرقان ومن ديال العماله ديال تحناوت، كنطالبوا من الناس السلطات يجيو يشوفوا بعين الرحمه، يعني يشوفوا في هاد الناس. الا ما جاوش الاولويات ديال العون السلطه وديال الجماعه وديال العماله، يعني راه ما كاينش اللي غيشوف منا، يعني الا ما جاوش هما راه الناس كيموتوا بالجوع، هما الاولين هنا. نشوفوا بعدا الاولويات هي الناس اللي كيموتوا، ايه، ولكن نشوفوا الاولويات حتى الناس اللي كيضيعوا، راه عايشين غير في الزنقه، كاين اللي مسكين ما عندوش حتى باش يتغطى. البارح حاليا كنعسوا في واحد البلاصه اخرى، حنا غنمشيو ليها ان شاء الله، حنا والاخ عبد الحكيم غنصوروا تما، راه كاين غير البرد والارض، اغلبيه نعسين الناس غير في الارض بالنهار، ما كاينش حين اللي طاح ليهم طاحت ليهم الدار كامله على الفراش وعلى المعن، لا لا اله الا الله. بنادم ما بقاش عنده باش يتغطى، ما بقاش عنده ما يلبس، ما بقاش، الناس راه مسخه من نهار الجمعه في الصباح وباقي حوايجهم هما داكشي اللي لابسين باش خرجوا، راه باقي لابسينهم الناس. شكرا اخويا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنبغي نشكر الاخ عبد الحكيم الصحافه ديال جريدات كلامكم، وكنطلب من سيدنا الله يشافيه لينا، الله يخليه لينا، يشوف من حالنا. ها نتوما من غدا حنا راه عايشين في الزنقه، وكنطلب من سيد الحموشي حتى هو يدخل على الداخل على الخط من هاد الهزه ديال الزنزه اللي ضربات المغرب كامل. ولكن الخساره الكبيره هي اللي في دوار مريغا جماعه ويرقان اقليم الحوز تحناوت. من دابا حاليا يعني اليوم 3 ايام ما كاينش اللي طلع على هاد الناس، ما كاينش اللي جا عندنا، لا لا بالطب لا بالماكله لا بالعنايه لا بالناس كيباتوا في الزنقه. الحالية الناس باقين غير في الزنقه، اللي مريض راه مريض، واللي البرد، وما نعاودش لك واحد الحاله، لا اله الا الله، لا واحد الحاله لا يرثى لها. ملي كتشوف المعن ها نتوما كتشوفوا المعن، كلشي تهرس، كلشي راه كلشي ضاع، لا فراشنا لا معنا لا دارنا. حنا من ابتداء من نهار السبت في الصباح والحمد لله حنا عايشين في الزنقه، وحنا باقين في الزنقه. كنطلبوا من سيدنا الله يجازيه بخير، ومن الناس ديال المحسنين واللي بغى يشوف حال هاد الناس. انا كنهضر على مريغه كلها، يعني كلشي الناس ضاعوا، كلشي الناس حوايجهم معنهم ديورهم. كاين الناس ان شاء الله ذوك الناس الله يرحمهم اللي توفوا، الله يرحمهم، الله يواليهم برحمه الله، حتى هما دفنوهم غير الناس ديال البلاد، ما كاين شي واحد جا طلع عليهم ولا شي واحد جا وقف معاهم، دفنوهم حتى هما غير الناس ديال البلاد، والناس ديال البلاد اللي جبدوهم، ما كاينش شي مسؤول جا، ما كاينش شي واحد طلع على هاد الناس غير الناس المحسنين من البعد، اللي قليل 50% اللي كيجي. يعني هاد الناس راه عايشين في الزنقه، راه لحد الان باقيين في الزنقه، اللي مضرور راه مضرور، راه كلشي باين، كلشي باين وواضح، كلشي الناس كاين اللي كيهضر بالشلحه ما كيعرفش يهضر بالعربيه، كاين الناس اللي حشمانين يدويو، راه كلشي مضرور، راه كلشي الحمد لله راه باين، كلشي باين وواضح. وكنبغي نشكر الاخ الصحفي عبد الحكيم، شكرا اخويا الله يحفظك. شكرا الاخ عبد الحكيم لجريده اكلامكم، شكرا بزاف بزاف. كنبغي نشكر السلطات، كنبغي نشكر الشيخ ديال جماعه ويرقان وسعيد القايد والوكيل الملك ديال اقليم الحوز تحناوت والعامل، وكنشكر هاد الناس اللي يعني كيتعاونوا مع هاد الناس، الان معاونين هاد الناس وكيتعاونوا معاهم. وكنطالبوا من السلطات يعطيونا شي خزانه ان شاء الله اللي غيجلسوا في هاد الناس، تنشوفوا الحاله ديالهم امتاش غتحد وامتاش غيديروا لهم شي حل. شكرا اخويا بزاف بزاف، كنشكرك، شكرا، الله يحفظك.